الصوره اللي معانا النهارده صوره النجم الوالدي جاريث بيل لاعب ريال مدريد وتوتنهام ولوس انجلوس السابق، اللي اعلن امبارح اعتزاله لعب كره القدم نهائيا وهو في سن ال 32 بعد 17 سنه من الاحتراف، وعبر عن سعادته بتحقيق حلمه في لعب كره القدم وممارسه الرياضه اللي حبها جدا، وقال انتهز الفرصه الجديده علشان اخوض مغامره جديده، وبغض النظر عن ايه اللي مخبيه ليا القدر الفتره اللي جايه حاسس اني مدين لكثير من الناس اللي ساعدوني في تغيير حياتي وتشكيل مسيرتي بطريقه ما كنتش احلم بيها، ودلوقتي جه وقت تحدي جديد في حياتي. والصراحه يعني هو الخبر مؤسف جدا لينا، لاعب مؤثر جدا، بس شفتي يعني تفكيره في ان هو ينتقل ويشوف وعارف ان دي فتره من حياته وهو يخش على فتره تانية يشوف ايه اللي مخبي بروح تانية جديده خالص. صح صح، احنا كمان بنتكلم يا اميره عن واحد من نجوم كره القدم في السنين اللي فاتت. جاريث بيل لعب في مسيرته 665 مباراه، سجل 226 هدف وصنع 161 ومعاه 22 بطوله، منهم 3 ألقاب دوري أسباني، 5 دوري أبطال أوروبا، 3 مونديال أندية. فالحقيقة أن اعتزاله زي ما أنت بتقولي خسارة كبيرة للكرة العالمية وخبر مؤسف، لأن لسه عنده ويقدر يكمل، بس في النهاية ده كان قراره وأنا مع القرار ده، مش بس جارث بل أنا مع قرار أن أساطير كرة القدم يعتزلوا وهم اساطير. يعني كل توفيق ليه الفتره الجايه بالظبط. يعني هي فكره، هي فعلا قرار في ناس كتير، وده انت كنت اتكلمت فيه قبل كده، انا احب اللي يعتزل يعتزل وهو في التوب، ما يستناش عشان تفضل صور الصوره بتاعته اللي موجوده في ذهن جمهوره هي هي. صح، فربنا يوفقه في قراره فعلا. يا رب يعني. يا رب.